السلام عليكم خوتي محبي الاسماك الزينه. انا في المحل تاع خونا حمزه اللي متواجد عاود لي غاردن فيش اللي متواجد في سف صفا. خوتي هنا المحلات قلنا درنا لكم ديجا فيديو، مي الان راح ندير لكم كل محل وحده. هنا يبيعوا بالقرو ويبيعوا بالديطاي خوتي، يعني بالجمله وتجزئه. يعني دوك تشوفوا يعني انواع الاسماك اللي عند خونا حمزه، يعني كاين انواع ما شاء الله، راح نتعرفوا عليهم ونشوفوا الاسعار خوتي. الاسعار يعني يعطي لكم بالديطاي، يعني انسان يحب يشري القرو يعني يتقدم للمحل تاعو وينيغوسي مع خونا هكذا. يعني يعطي لكم دوك الان، يعطي لكم محل، يعطي لكم السومه تاع ديطاي. برك نبداو خوتي، راني نشوف هنا الكرافات، مي هو ماشي الكرافات على كل حال. لونغوست ما شاء الله، تاع لودوس هذا تاع الماء، المياه العذبه. الله يبارك، راكم تشوفوا خوتي يعني ما شاء الله. كاين هذا فيه ثلاثه لي كولور ولا اربعه الوان، شغل الابيض بارك الله فيك، وفيه المارون وفيه البلو ما كاش بزاف، البلو ناقص حتى الفكرون راه يدور لهنا خوتي. ها وليك يعني تاع الماء هذايا ما شاء الله. فلوريدا خوتي، ندوزو لهذو الاسماك الصغيره. هذا اسماك صغيره الوالوده كيبي، كاع لا ماجوريتي كاع يعرفوه لي ديبيطون. صح لي ديبيطون يبداو بهذا يعني. بون معليش باش هنا ذوك السعر هذو ما شحال؟ هذا دار 85000. 85000 الوحده خوتي، 850 دينار خوتي. قلت لكم يعني اللي فرح نبدو لكم تاع الديطاي، واللي حاب يعني انسان يشري القرو يتقدم للمحل تاعو ان شاء الله. دوك معاك مع الاخر نخلي لكم رقم الهاتف تتصلوا به وتجوا المحل خوتي. يعني البري تاع القرو راح يتغير ماشي كيما تاع الديطاي هكذا خوتي. هكذا يا هذا الصغير هكذا شحال يدير؟ هذا دار 15000 الكوبلة، 15000. 15000 الكوبلة خوتي، يعني 150 دينار للزوج، يعني الوحدة دير 7500. يعني قال لكم هذا يعني المبتدئين اللي حبي ديماري يبدا بهذا. يا نروحوا الآن لهنا. هذا اسمه غورامي بلو هما فيه بزاف انواع، البيرلي الجولد جون. الله يبارك خونا، وهادو ما يكبروا ولا يقعدوا هكذا يكبروا؟ نعم يكبر، وهادو تقريبا كاع يعيشوا كيف كيف، يعني كاع يعيشوا كيف كيف. الله يبارك. هكذا السعر شحال؟ هذايا يدير هذا داير 20000 200 دينار خاوتي الوحده. غورامي هذا الدانيو، هذا سي دانيو كيف كيف، هذا يكبر شباب ما شاء الله. هذا يحبوا الاكوا سكيبينغ بزاف. الله يبارك ما شاء الله. عندك جارديني، جارديني هاوليك الكوليدوراس. دافور ما شفتوش الكوليدوراس هذا يا سي جارديني، هذا ينقي كاع، هذا ينقي كامل الاكواريوم، الاكواريوم كاع ما شاء الله. راكم تشوفوا خوتي راهو ينقي. الله يبارك. هذا كيما نيتواير هذاك اللي نشوفوه يلسق ولا هذا؟ كيما نيتواير هذا ياكل يديشي. شنو هذا ياكل؟ نيتواير ياكل الزال. الله يبارك صافي بليزير. نروحوا الان نبداو نكبروا شويه الحاله هنايا. سكليدي عندنا هنا راه مخلط، سكليدي افريكا افريكا امريكا امريكا. السكليدي افريكا وكاين الافريكا، يعني هذا لا شو رايح بالاورانج ولا هذايا اللي بالاورانج، هذايا يعيطوا له سكليدي امريكا. الله يبارك. الكاروت ولا بيروكي سماك البابا صحيت، وهذاك اللي راح بالريش ولا راه ارير، هذايا هذايا هذا من اسباس ناقصين شويه، اسباس ناقصين. مي شنو فصيله تاع البيروكي يعني شوف يعني لا هذايا يعيطوا له فرانتوزا. الله يبارك فرانتوزا تاع لونغانيكا ما شاء الله. هادو لا ماجوريتي كاع تاع لابورتاسيون. هذا بواسون ميكي، هذاك اللي فيه الروج من تحت. صح سي بواسون ميكي. هذا تاع امريكا. عندك موري دوفان ما شاء الله. عندك بلوتوميناس امريكا، هاوليك بلوتوميناس هذا بزاف ما شاء الله. هذا كيكبر شباب الله يبارك، يعني فيه لي كولير الله يبارك. هذا اول خطره دخل، هذا يا النوار هذا يا بصح نسيت راح لي اسمه، باسكو يعني اسمه الله يبارك يعني ما شاء الله خوتي. يعني كاين انواع اللي راهم مرار يعني. عندك اللي يحبوا بزاف قاعد في الامريكان جراند تيرور، جراند تيرور هذا اللي راهو ما شاء الله. وهذا يكبر اخي مازال يزيد يكبر. الله يبارك خوتي، يعني هنا راهو كبير، يعني بالك راه واحد دي سنتيم ويزيد يكبر يعني. لا لا هنا راهو يفوت هنا دي سنتيم، يفوت دي سنتيم ويزيد يكبر خوتي. تحسب الزعقه ديالو صحيت. الله يبارك. عندك جرين تكساس هذايا في الجري، جرين تكساس بصح في الشورت، كاين اللي يجي طويل وكاين اللي يجي قصير. بارك الله بارك الله فيك. يعني الاسعار هنا يختلفوا خونا، شغل يختلفوا بزاف. هذو ما فاسكو علاش في لامبورتاسيون؟ معليش هنا معليش قول لي برك 130 بارك الله فيك، من 1300 دينار حتى لمن؟ كيما نقولوا الفرنتوزا هو اللي غادي فيهم، غادي فيهم يدير 500000. 5000 دينار خوتي، 500000. والبيروكي هذايا البيروكي دار 450، 4500 دينار. والصغير عليه دار 300، والصغير عليه دار 3500 دينار خوتي. وكاين بيروكي صغير قاعد هاي ليك نشوفوه. هذيك وراهو معاه واحد النوع من الاسماك يعني الله يبارك. انا شوف هذا لا في الارض طولو ستون فيش. الله يبارك خوتي شوفوا ستون فيش ما شاء الله.
كاين واحد عاقل وواحد واعر. هذا عاقل خاوتي يعني راهو يخلع مي هو عاقل حاجه قوه. شوفوا مع هنا يعني انا ناقص بزاف اختصاصي في الاسماك الله يبارك يعني ما شاء الله. والرد باروت اخي يعني شوف شغل يعني والفوق يعني ترونكيل ما يهربوش صافي بليزير صافي بليزير خونا. وهذا اسك يزيد يكبر هكذايا يزيد يكبر راه الله يبارك الله يبارك. هذا دوك شحال السعر تاعو؟ هذا دار 270000. 270000 يعني 2700 دينار خاوتي. وعندك الرد باروت في روكي هذا صغير يعني دوك خونا هذا يكبر كما اللي شفناه الفوقانيه. الله يبارك 145000. 145000 خاوتي 1450 دينار. عندك هنا لا بلونت. هنا سي لا بلونت هذه كيفاش تتحسب؟ لا بلونت صديقو على حسب كاين لي دوموند ديال الاكسجين، كاين لي دوموند ديال CO2، كاين لي ما دومونديش، كاين لي تطلع تمتم، كاين لي ما تطلعش تمتم. دوك هادي خونا نديروها في الاكواريوم هكذايا يعني. نو ماشي هكايا، ماشي هكايا، لازم تكون داير اوموا تكون داير كما نقولوا لونغري تاعها، التراب تاعها. صحيح صحيح يعني وهادي شغل يحبوها الاسماك يعني بالك هكذا. يتخبوا فيها وبزاف هادي فيها دومين واحد اخر، برونش واحد اخرى كاع. صافي فليزير يا خويا مالا نجيو نديروا عليها يعني حصه خاصه عليها. عندك حلقه يبارك ما شاء الله. يعني بيان سير على البحر خوتي شوفوا الاسماك هذوما يعني هذوما يعطونهم لي كريفات. انا نشوف الكريفات يعني خوتي لهنايا وشنو ما شاء الله شابين الله يبارك يعني. هادو كاين هنايا كاين راتشيري كاين بلو فان فان كاين كاريدينا كاين ما شاء الله. وعندك هادو الكريفات هادو كل اللون وعندها الاسم ديالها سبحان الله يعني. ودوك هادو يكبروا ما يكبروش بزاف هكا الماكس مي ما شاء الله ينقيو هادو خدمتهم هادو يعني يعيشوا مع الحوت عادي نورمال. لا اسماك صغيره تروبيكال جيبي جيفو ما شاء الله خوتي يعني راكم تشوفوا واحد لاكولير الله يبارك يعني تحفه في الاكواريوم هذايا. هذا شحال يكون السعر تاعو؟ هذا دار 38000. 38000 380 دينار خوتي. صحاب الاورو دوك كي نطلعوا شويه يعني في البري نقول لكم بالسعر تاع الاورو باسكو هكذا راح نكونفيرتي وراح تصعب لنا شويه. مي كي نشوفوا حاجه بالك لحق 600 700 800 نقولوا بالاورو باش تعرفوا خوتي. بون هنايا انا شوف عندك النوع هذا يعني هذه لا بلونت هذه يسموها القانوبيا وهذه الشابه كاع البلونت انا اللي نحبها ليا يعني ما شاء الله. صافي بليزير نزيد نروحوا بون عندك هنا. ليمون ليمون عندك ليمون ايوا بون هنا دجنايا معليش نخلي الناس يكملوا ندوروا منا ومن بعد نقولوا خاوتي انواع يعني واشكال خاوتي نصيحه تروحوا للصفصافه يعني ما شاء الله سيرتوا المحل هذا الله يبارك. هذا يعني اسمه جوايو جوايو الله يبارك يبارك يعني خاوتي محبين الاسماك الزينه ايوا نكونسييهم بهذا يعني يديماري بهذا يعني باسكو يولد ساهل الولاده ديالو ساهل التربيه ديالو. راكم تسمعوا خاوتي المبتدئين اللي يحب يبدا في الاسماك الزينه يعني قال لكم هذا حاجه سهله يعني. وهذو ما سمي مراس برك لاكولا تبدل هكذا. لا ماشي لا مراس هذا نقول لك بلي اصله من الجزائر. صحيت بارك الله فيك هذا وهذايا تكساس اللي مقبل شفنا في الشورت جاي في القصير هذا يجي في الطويل الله يبارك يعني. وهكذا السعر شحال؟ هذا يدير 55000. 55000 والجوايو تاع 55 550 دينار خوتي. دائما بصح نذكركم بلي الاسعار هذه تاع جزئيه يعني تاع ديتاي يعني اللي حاب يشري الكرو خوتي يعني يتبدل السعر راح ينقص ما يقعدش هكذا يا باش تفهموا برك. شوفوا خوتي عندك هذايا الاوبي هذا اسمه الاوبي لوكال هذا سي لوكال مي ما شاء الله شباب عندنا زيروش كذلك يعني الله يبارك. عندك محبين اكوا سكيبينغ يعني اكوا سكيبينغ اكوا سكيبينغ اكوا سكيبينغ ما شاء الله خويا الله يبارك. عندك كاين يعني حاجات كاين كما نقولوا المفقوده ثاني شو الراي المفقوده الانسيستريس اذا كنت تشوفوا فيها انسيستريس هذا سي بون سي بون سي بون سي بون سي بون معليش نزيد 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 صح هذا يا يعني شوفوا خوتي الله يبارك عليك يعني هذا قالك من اندر يعني انسيستريس ما شاء الله انسيستريس هذايا كما نقول لك ناقص بزاف باسكو غير هو اللي ولد في الجزائر في النيتواير الله يبارك خوتي يعني راكم تسمعوا حاجات يعني رار هنا في البلاد وراهم يتواجدوا واسماك شوفوا الله يبارك يعني ما شاء الله يعني كانك راك في غابه ما شاء الله. خويا دوك نسقسيك يعني اش تقدر تبيع اكواريوم هكذايا ولا يعني
العادي نورمال يحب يتمونطا في الدار يحب يمونطيها هنا مرحبا ياك يحب هو يمونطيها كيما هكذا كيما راهي يعني هذه تخدم لوحدها هكذا يا راك تسمع بارك الله فيك تريبي ياك تسمع اخوتي يعني تقدر هذه الاكواريوم شابه بزاف يعني واحد ديزاين داخل ما شاء الله يعني بحالكم هكذا يا الله يبارك وشحال تاع السعر هكذا يكون 7 ملايين ونص خاوتي يعني صح تسخملو كثر اكزاكتومون 70000 دينار يعني الله يبارك نزيدو نطلعو منا عندك هذا في الافريقي هذا جونستون هذا الشباب بزاف جونستون وهذا الاصفر هذا كوينه هذا يعطولو سيبيرا الله يبارك هذا الاسعار شحال هذا يدير 35 35 350 دينار خاوتي نبقى توجو مع سيكليدي افريكا امريكا هذاك توجو اللي راه في الكوينه هذا يا الله يبارك سمعتي في امريكا اخونا الله يبارك ما شاء الله صافي بليزير توجور مام هذه الاكواريوم خاوتي يعني ما شاء الله شوفوا خاوتي يعني الله يبارك حاجه تحفه يعني مام حتى يعني الاسماك يحسوا روحهم الاز هكذا يا يحسوا روحهم في البحر الله يبارك خونا هذا انا نعيطلوش في الاوردينار ياك هذا يعني بارك يعني هذا توجور مبتدئين تما اللي شفتو هاي الله بارك الله فيك مام في طريق يتباع يعني الله يبارك صح انا ما كونسيش يعني ما تزحمش صحيت بارك الله فيك هذيك صح باسكو علاش هذا يحب الباسان هو في الصح باسان صح يحب الباسان يعني بارك تاوعنا شغل ما فهمتش ولا تاع شغل عاده هذا هو اللي يديرو في البوكال هو ماشي هو هو لا ماشي هو سي سي فري يعني دوماج هو يحب باسان كبير هذاك الحال خاوتنا عادنا لهنايا ثاني افريقي يعني ما شاء الله لوكال هذا سي لوكال يعني البلاد قال انواع هذوما يعني قال الله يبارك خاوتي يعني عادنا اسماك في الجزائر انا ما شفتهمش مي الله يبارك يعني واحد يكولر ما شاء الله هادو ما يدوروا ما بين 35 45 65 راكو تسمعوا اخوتي 350 دينار 450 دينار 550 حتى 650 دينار اخوتي يعني ما شاء الله نكملوا منا وين ما الله يبارك الكيكونغ الريد كيكونغ ما شاء الله ما في السمك الببغاء راه كاين بزاف انواع منه يعني شوف يعني يتشابهوا مي الله يبارك يعني تحفه يحشم بزاف هكذا وبعد هذيك يعاودي كيوالف شوفوا خوتي كيوالف عادي قبلك غير تشوفوا يشوفوا معك دوك خونا سقسيك حاجه برك يعني الاسماك كي تربيهم في الدار صح يوالفوك خلاص يعني يعرف تروح ليهم يجوا دير لهم غير هكا باش يقول لك باش يقول شوف دير لهم ها دير لهم غير يدك يجوا كاع عندك ماشي انا نعرف الاسباك يقول الذاكره تاعهم شغل مساكن يعني ذاكره صح بارك الله فيك يعني ما شاء الله يعني كي تشوفوا الاسماك يعني تشفى وتعرف المولاها الله يبارك وهنا الاسعار هكذا شحال هنايا هذا في الامبورطاسيون يدير يبدا ب 100000 وطلع 100000 يعني هذاك السمك الكلون هذا كلون فيش كلون يعني. هذا ناقص شويه صحيح كلون فيش يعطولو يعني. يعطولو البوتيا هذا هو سمك البوتيا يعني خوتي يعني خوتنا الان في الغربه يعني حتى الاسعار يعني ليكم نتوما ماهيش غاليه بالك نبدا حتى نقولوا بالك من السي غاليين عندهم فلورو على بالي نحكي هنا في الجزائر يعني بالك يبدا من 50 سنتيم يعني حتى بالك ماكسيموم نقولوا بالك 50 اورو يعني يعني الغالي كاع يعني هنايا يعني حاجه الغاليه كاع راهي بالك ما لحقتش 50 اورو خاوتي يعني بالسنتيم تشري عندي خاوتنا هنا يعني صافي بليزير يعني ما شاء الله خاوتي يعني زدنا شفنا هاوليك انا نعيط الكروفات هذا يا خويا الله يبارك ما شاء الله يعني خاوتي ننصحكم باش تزوروا ذكرني بالاسم خونا جاردن فيش جاردن فيش والاسم تاعك حمزه ولا نونو حمزه ولا نونو خاوتي يعني كي تلحقوا للصفصافه الصفصافه خاوتي ماهيش كومبليكي راهي في تقدر في المابس والله في الماس يعني في المابس تدخل يعني دير برك تينيار تلحق يعني تلحق ولا ضربين خادم وعين عجا يعني تلحقوا خاوتي دوك نشوفوا مع خونا يخلي لكم الرقم تاعو هكذا تتصلوا به خاوتي حاجه اللي عجبتكم يعني ماشي مشكل بون زيدو سمحوا لي نكمل لكم يعني لاكواريوم الشرب الشابه هذه ويعطي لكم رقم الهاتف شوفوا خاوتي يعني هذه دوك راح نهضركم على هذه ما شاء الله هذه اول خطره في الجزائر اللي تحطت هذا الماء انا الروبيني هذا ما تعرف والملح تاع الدار رجلينه في لي بارامات تاع البحر راكو تسمعوا اخوتي يعني هذه اول خطره في الجزائر ما تاع الدار نورمال روبيني داروا له الملح سيناه
الله يبارك يعني نجح عادي ونجحت لنا وعشنا صار فيها يعني الله يبارك. ومن بعد كان نبعثهم لك الفيديو اللي قالينات الرازوال تيربو الله يبارك كان بزاف تسمعوا اخوتي على كل حتباعوا الله وعندك هادو الاسماك هذا يعيطوا له المونوداكتيريس هذا تاع الجزائر لا لا هذا يعيش ما بين البحر والواد بارك الله فيك بين البحر والواد خاوتي عندك هذا اول خطره نورمالمون شافوا في الجزائر راهم يعرفوه اصحاب هوريلي الاسماك نورمالمون راهم يعرفوه هذايا البوندا يعيطوا له راه عايش في الممالح وهاوليك الدوزيام الفيريفيرا ما شاء الله بلاكلير يعيطوا له البلاكلير هذايا او عايش في حوض بحري الله غير يعني صافي بليزير خاوتي يعني معليش خضره جايه كيزيد تزورنا ان شاء الله بيان سير بيان سير خاوتي بارك الله فيك خاوتي بون انواع هادو مالي شفتوهم يعني راح يزيدوا يدخلوا ويخرجوا يعني حتى البيرانا سقسيتو عليها وكانت كاينه خاوتي يعني البيرانا وكانت كاينه وان شاء الله حتزيد تدخل يعني هكذا باش تعرفوا بلي يعني ماشي واش كاين لهنايا هادو هما الانواع خاوتنا لهنا يعني يخدموا قلت لكم بالجمله وتزيد اسماء يعني سلعه تدخل وتخرج خوتي نصيحة الأسعار على حسب شغل البورصة احنا عندنا صح اسمعي تقدر اليوم بحساب وغدوة ان شاء الله تطلع غير غدوة تهبط خويا واش راك لاباس بخير بيان الحمد لله الحمد لله خوتي يعني كنت تسمعوا يعني حتى الأسعار يعني شغل البورصة تطلع وتهبط المليحة هذا اللي تلقى بزاف تعرفهم من لهنا انتم الله يبارك عليك يا سير يا سير اكزاكتومون اكزاكتومون يعني ما شاء الله الله غير خوتي يعني محبي الأسماك زينة أنا استمتعت الله الله انتم يعني راكم تحبوا الأسماك قلت لكم يعني زولوس بصفا عند خونا يعني يتهلا فيكم عندك الماكلات الماكله سمحونا يعني شوفوا يعني الله يبارك خوتي يعني نقدروا نقولوا بلا كاين كل انواع كل الموتور والاخر لا كاباسيتي تاعو للحوض صح ماشي زعما دوك كنايا نجيب انا موتور هذا يوم نديرو اكواريوم صغيره تما يعني شاك ديمونسيون عندها عندها الموتور ديالها راك تسمعوا خاوتي كلش حسابات ماشي حتى الانسان اللي ما يعرفش خاوتي يعني كي تجو ينصحكم واش تديها ملي كل واحد عنده الماكله تاعو الله يبارك عندك الماكله عندنا حتى اللي يرقلي لك الماء اللي كيد اللي يرقلي لك الماء تاع البحر راك تشوفوا يعني عندك الماكلات اللي راه محوسوا عليها بزاف في تروبيكال فلاور هون هذه بزاف يحوسوا عليها هذه دخلت سيكلي دي جديده تروبيكال هذه اللي حوس عليها ثاني بزاف انا نهضر لك بزاف يعني حاجه اللي راه يطرو دو موندي يعني دو موندي اروان الرات باروت الله يبارك الرات باروت على كل حال هادو مال اللي راني نوريك لا بودو شاب على كل حال والشاب كاع فيهم ماشي امبورطاسيون توجور يعني امبورطاسيون سين فري يعني هذا هو الفري هكذا يا هذا هو الفري 1800 دينار يعني الحاجه اللي نحبها كاع عندك هذه هي هادي كي تعطيها له سمانا يطلع لك لا كولور شغل سبع في الاخر داكور هادو ما شغل كيما الطيور يعني باش لونهم هكذا باش تطلع له لا كولور هادي ايفيكاس بزاف 2600 دينار خاوتنا لاكم في الغربه يعني ننصحكم ان شاء الله كي تدخلوا البلاد يعني زوروا الصفا محبي الاسماك يعني عندك موتور تاع ليبيل كي تروح الكتريسيتي صحيت يعني كي تروح الكتريسيتي يكون موتور يعني هذا تاع ليبيل عندك الريزيستونس عندك بالانواع تاعها بالاراف الله يبارك الله يبارك خوتي يعني الله يبارك عندك الماء هذايا البرودوي هذايا تاع الماء زعما واحد دا دوكا اكواريوم ما عندوش ما مبايت ولا ما خادم يدير هذا البرودوي نص ساعة يقدر يحط السمك ديالو عادي الله يبارك عندك هادو هما الأدوية تاع الأمراض لي شامبينيون يعني الفطريات عندك هذايا اللي ينحي لا بكتيري العيانة الله يبارك يعني حتى الأسماك وعندها أخوتي أدوية يعني أدوية فيتامينات راهو عالم ما شاء الله راه عالم الله يبارك خوتي والله غير يعني تحفه الله يبارك قلت لكم نصيحه من عندي يعني الله غير جوز وصفصافه يعني ما شاء الله الله يبارك يعطيك الصحه اخويا العزيز دوكا برك خلينا الرقم تاعك باش يتصلوا بك الناس فقط قول لي خويا 07 93 97 97 93 99 99 48 63 63 خوتي هكذايا المحل هذايا تقدروا تتصلوا به كاين نيميرو واحد اخر كاين زيد قولي النيميرو الثاني 05 59 40 54 51 خوتي يعني هاك وشتو واش كاين كامل في المحل وقلت لكم يعني سلعه تدخل تخرج يعني كل يوم راح تبدل السلعه وتصلوا بخوتنا ما شاء الله الناس الله يبارك خوتي واش تخصك راهو كاين لهنايا الله يبارك هكذا خوتي السلام عليكم نشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله هاي سلام